بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابي أحباب النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أحبابي الذين في قناة الاستشفاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أحبابي الذين يشاركون الفيديوهات ولا ينسون الإعجاب، أحبابي هم الذين ينشرون في جميع المراكز الإسلامية في الدول الأوروبية والدول الآسيوية قناة الاستشفاء. ولقد شرفت بأختي في أمريكا، في الغرب الأمريكي، أختي في الغرب الأمريكي كلمتنا وقالت أنا بنشر في المساجد ضمن تلقاء نفسها القناة وفرحانة جدا، وتقول لي لم أرى قناة منسقة بأسلوب علمي إلا هذا. وأخي في بلجيكا قال أنا بدأت من نفسي إن أنا أنشر في المراكز الإسلامية في بلجيكا. عندنا ناس بدأوا يتفاعلوا في كل دول العالم بالقناة. للأسف الناس اللي في القناة ناموا في القناة. أنا مش عارف يعني هل هم عندهم مرض نفسي ولا ربنا يشفيهم ويعافيهم. ولكن يا حبيبي هذه الحلقة اليوم عن الشيخ موسى الضريري. الشيخ موسى الضريري ده عالم من علماء الأندلس أيضا. هذا عالم في النحو، عالم نحو، خلي بالك، وعمل قصيدة أكثر من 1300 بيت شعر في العقيدة، في التوحيد، عشان يرجع الناس لعقيدة التوحيد والدين الصحيح. فخلي بالكم أنتم أمام عالم في علمين، علم النحو وعلم العقيدة، علم التوحيد، أسمى العلوم في العلوم الشرعية كلها، علم الدلالة على الله وصفات الله سبحانه وتعالى، صفات عقلية والنقلية وصفات الجلال وصفات الكمال. هذا هو عالم طيب، ولذلك ربنا بيكون مع هذا العالم. هذا العالم ركب في سفينة مع مجموعة من أصحابه، فهاج البحر ومات وارتفعت الأموال وأوشكوا على الغرق جميعا. هما بيعملوا ايه؟ قالوا خلينا مع الرجل الصالح ده اجعلنا، فلما يكون في واحد صالح في حتة او في مكان، ايه اللي بيحصل؟ ربنا بيرفع من قدر الناس به كرامة له. لذلك انت لو كنت بتصالح واحد فاسد، لو انت بتصالح واحدة فاسدة بتخرب عليك حياتك او بيتك، انت تحاولي تبعد عنها لانها توديك جهنم. ولكن انتوا دايما على اساس تكون دعائكم مقبول خلوكم في ملاذ الصالحين، احضروا دروس العلم عند الصالحين وشوفوا هذا الرجل هتعرفوا صلاحه ازاي. ان كان كلامه هيدخل القلب واثر فيك اعرف ان الرجل صالح، ان ما اثرش فيك يبقى في احتمالين، اما عندك ذنوب شديده جدا ومظالم لابد تخلص منها، ان ما كانش عندك وانت سليم الفطره وحديث الرجل لم يؤثر فيه، اعرف ان هذا الرجل لا خير فيه. فاللهم صل على سيدنا محمد. قالوا له يعني اتجه لله. الرجل من شدة هول الأموات أغمى عليه، وكان الإغماء عليه فضل من الله، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. شوف هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له أؤمر الناس اللي معاك في المركب يصلوا علي 1000 صلاة. اختبار شديد جدا في اليقين، هو احنا في الظروف دي كلها هنقعد نصلي 1000 صلاة؟ ال 1000 صلاة تقول قد ايه؟ ده لو انا قلت اللهم صل على سيدنا محمد فقط كده، وقلت الصلاة الإبراهيمية وهذا تجوز عاد الصلاة كده بسيطة خالص، اللهم صل على سيدنا محمد بس 1000 مرة، تاخد منه نص ساعة. احنا نقعد نص ساعة في الرعب دي والمية تيجي فوقنا ونقعد نقول ولكن درس في اليقين. ربنا عايز يشغلهم بالصلاة على النبي. انسى اللي انت فيه، خليك في معية الله. خلي بالك هم ما صلوش على النبي 1000 مرة، صلوا على النبي 300 مرة بس.
يعني 300 مره قد ايه؟ قول تلت الوقت. يعني تلت ال 30 دقيقه يعني حوالي 10 دقائق. بس صلوا على النبي ايه؟ في نفس واحد جماعيا. فالصلاه الجماعيه لما انت تجمع اهل بيتك وتقعد تصلي على النبي كل ليله جمعه مثلا وتجمعوا نفسكم وتقولوا نص ساعه بصوره جماعيه تدخلوا النور البيت والرزق البيت وربنا يرفع عنكم الغلب والنكر والهم. لكن احنا بعيدين كل واحد في ناحيه. تعالوا بقى نشوف هو قال ايه الاول. قال له هتقول ايه؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له قل لاهل السفينه ان يقرأوا هذه الصلوات 1000 مره لكي ينجوا من الغرق. يعني شرط اهو. قالوا ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد وآله صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأوقات، وفي رواية من جميع الأهوال والأوقات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك في أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات وبعد الممات. آمين يا رب. هم قالوها بصوت واحد. الشيخ أم النمو قال جئت الأصحاب وقلت لهم قول هذه الصلوات بصوت واحد، وبعد ما قالوها 300 مرة وإذا البحر يهدأ ويعود إلى حالته الأولى. وقال إيه؟ ونحن لم نقرأ الصلوات أكثر من 300 مرة. هذه الرواية موجودة في كتاب اسمه بركات وآثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لعالم إبراهيمي صفحة 51. أنا بقول المصادر عشان الناس ما تقولوش ده بجيب كلام مصادر. لا. طيب هذا الصلاة طيبة جدا ونفعت ناس كتير وتنفع في وقت الأزمات زي ما أنتم شفتوا. الغريب الغرقان دي كان هيغرق في بحر، يعني تنفع الناس اللي في صحراء وتنفع الناس اللي انقطعت بهم السبل وقابلوا واحد لص هيموته، وتنفع في الناس اللي في الغربة. الناس اللي في الغربة في بلاد تانية بيبقوا مضطرين لأنه محكوم بقوانين دولة غير دولته. لو حصل له مقروءة أو دخل السجن أو حد سطع عليه أو كذا على ما يبقى يجيب حقه فين لما تبقى السفارة بتاع بلده تعرف. إذا غرقان الغريب غرقان، والغريب اللي راح عشان يزود منافذ رزقه في أي دولة أصلا مضطر زي الناس دولة. حبايبنا اللي في سوريا اللي متقطعين في مصر وفي الأردن وفي تركيا وفي دول تانية كتير، دول مش عارفين يرجعوا لبلادهم. الحديث ده ينفعه لو وقع في أزمة. أي دولة في العالم أي ناس اتشتتوا منها أو هاجروا منها مضطرين ينفعهم هذا الحديث، إذا ينفعهم هذا الدعاء. وأي واحد مغترب في بيئة تانية وأو قطع الظروف في شدة ينفعه هذا الدعاء. نتمنى أن تكون الحلقة حازت إعجابكم، ولا تنسوا المشاركة في قناة الشفاء للصوت على النبي لو أنتم مشتركين، وفعلوا الجرس يا جماعة لأني عيبة مني أنا بحس بألم نفسي لما بقول الكلام، بحس إن الكلام ناس صغيرين. أنا لا أبحث عن الشهرة ولا أبحث عن عدد المشتركين. ليه؟ لأن أنا كل أسبوع ببعت رسالة تقريبا لليوتيوب بقول لهم لو سمحتم احذفوا لي جميع الناس الغير فاعلين في القناة. هما بيحذفوا 500 600 كل شهر. يعني لو خدوا كلامي كله قولوا حاضر هنعمل، لو خدوا كلامي كله كانوا هيحذفوا 2000 في الشهر.
فأنا مش عايز معايا إلا 1000 واحد، مش عايز 100,000، أنا عايز 1000 واحد بس يكونوا شغالين معايا. أول ما الفيديو يطلع في الثلاث ساعات الأولانيين يقوموا إيه؟ فاتحين عليه. ليه؟ عشان اليوتيوب يقترحوا فرنكوا قناة ترتفع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.